هيفاء وهبي تكشف عن أحدث أعمالها في 2022. لن تقدم ديو غنائي ورح تقدم أعمالها منفردة الفترة المقبلة. أكدت إنها ما بتحب الرومانسية. أجرت هيفاء وهبي لقاء مصور في برنامج MBC Trending وأكدت إنها راح تطرح العديد من الأغاني خلال الفترة المقبلة، خاصة وإنه جمهورها بينتظر هذه الأعمال من فترة. وحكت هيفاء إنه الأغاني اللي راح تقدمها في 2022 راح تكون منفردة وما راح تشارك أي نجم لعمل ديو خلال الفترة المقبلة. وراح يتم طرح الأغاني خلال الفترة المقبلة بشكل منفرد على يوتيوب. أما عن طبيعة الأغاني اللي راح تقدمها فحكت أنا مش بتاعة رومانسية. وبعدها تم تداول هذا التصريح بشكل مكثف على السوشيال ميديا، واعتقد البعض إنها بتشير لياسمين صبري. حيث احتفلت ياسمين بعيد ميلادها أكثر من مرة بطرق رومانسية، فشاركت مع متابعيها صور باقات الورد وكعك عيد الميلاد اللي تم تحضيره لها خصيصاً، ويبدو أن زوجها أبو هشيمة أعد للاحتفال بعيد ميلادها بشكل خاص على عكس الاحتفال بعيد ميلاد هيفاء. احتفلت هيفاء وهبي مؤخراً بخطبة شقيقتها، وظهرت خلال الحفل برفقة والدتها اللي خطفت الأنظار وتغزل الكثير من جمهورها في أناقتها. كانت هيفاء وهبي تعرضت لوعكة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية، وتم نقلها بسببها للمستشفى لتلقي العلاج، واعتقد البعض إنها تعرضت للإصابة بالسرطان، لكن مدير أعمالها نفى هذه المعلومات. وكانت التقارير الصحفية في لبنان وقت مرضها تشير إنها تعاني من مرض في الكبد. هيفاء وهبي ما زالت تقاطع بنتها الوحيدة زينب فياض، ورغم شهرة بنتها على السوشيال ميديا ونشرها للصور بتجمعها ببناتهم وبترقصوا على أغانيها، لكن هيفاء وهبي تفضل ألا تعلق على ظهورهم بسبب سوء العلاقات بينهم من سنوات طويلة.